انا طالب ندير مصنع عطيني حقي الدولي ما خلاو لياش، وانا والام ديالي وخداتي. ارضك كتشوفي فيهم هما كنقدرش نمشي ليها، وكيبيعوا فيها كيشدوا اكثر من 200 مليون ديال التراب في الرمله كيشدوا. ما وافقتش، وناض الاخ ديالي دا المراه ديالته صنات في بلاصتي. علاش على الفارق؟ على زعما انا هي اللي ثانيه في شنو المشكل بينك وبين خوتك اللي خلاوك يديروا لك هكا؟ الطمع، الطمع، الطمع ديال التراب. الام ديالي الدواء هما اللي نصبوا عليها الدواء، قال لي راه تشد حقك، ما قاريش ما عارفاش. ديري الفيرمات والديور وحنا ما كنشدو حتى حاجه من هاد الارض. لطيفة الخنقي كان الخوت ديولي ناصبين علينا في هذا الملك. هذا الملك راه تقريبا فيه شي 400 خدام، وفيه هو كان 400 خدام نتوما والوراثة كامل. لا والوراثة راه كاينين عمانة، تا ولا عماتي كاينين عمانة فيه، والفلوس ديال الشانطي باقا محبوسة ما متفقينش عليها. وناض خوتي داروا فارقة، وانا ما وحنا ما عطوناش حقنا، انا والام ديالي وخواتاتي ثلاثة، اختي الصغيرة فينا راه خلى الوالد ديالي عندها يلاه. بغيتي تقولي ان مخوتك هما اللي داروا التفريقه؟ هما اللي دارين التفريقه، هما اللي دارين التفريق. لا وما عطونيش، ما وافقتش. وناض الاخ ديالي دا المراه ديالته صنات في بلاصتي. علاش صنات؟ على الفارق، على زعما انا هي اللي ثانيه في. انت ما مشيتيش؟ لا انا ما مشيتش، ما في راسك والو، ما في راسي والو. انا عاد جاب ديال الفارقه ويقول رحنا شد عندنا الهي، عندنا هنا، عندنا الهي. هما يد اللي هما اللي كانوا هما اللي جالسين فيها من اللي توفى الوالد الله يرحمه. حنا ما كنمشوش كاع ليها. يعني ورثوك انت حيه؟ ورثيني وانا حيه. من اللي توفى الوالد حنا ما كنستغلوش هاد الارض، هما اللي كيستغلوها. فيها البيار، في دايرين فيها فيرمات، فيها الضيور، فيها الرمله ديالها كيشدوا شي. هادو خوتك شقيق؟ لا خوتي من الوالد ديالي الله يرحمه. اما الام ديالي ما والداني انا هي الكبيره في خواتاتي، حنا اربعه البنات. اللي وشنو المشكل بينك وبين خوتك اللي خلاوك يديروا لك هكا؟ الطمع، الطمع، الطمع ديال التراب هو اللي خلاهم يديروا هذا الشيء. ومن الاول حنا ما عاطينا والو، حنا ما عاطينا حتى حاجه، لا في ارض هاي كاينه نيت هنايا، ولا في هذا الصيف وداك الشيء ما كتشدوش. لا ما كنشدو والو والو، ما كنشدوش. هما اللي شادينا واستغلينا. ومن اللي جا من اللي دخل الاستثمار البلاد دارت الفلوس، راه كاين الخدام فيها لي 10 ديال المليون كيدير. انا ملي قلت لهم عطوني حقي، قال لي شحال بيتي؟ قلت لهم بيت 10 ديال الخدامه، وجايني اكثر من 10 ديال الخدامه فيها و10 ديال المليون. قال لي حنا راه 10 ديال المليون ع خدام واحد نبيعو ونشدو فيه 10 ديال المليون ندو نعطوه عليك وعسيري جهدك جري. ومن بعد ملي اكتشفتي انه كاين التزوير اشنو درتي؟ مشيت دعيتهم في اسف يحفظوها. جيت دعيتهم عطوني في الصويره، دابا ما عرفتش واش انا الملف حاكمينو، ما عرفتش باش حاكمينو. بغيت نسخه منه نشوف اشنو دايرين فيه. ما عندك شي محامي؟ عندي المحاميه. محاميه؟ عندي المحاميه قالت لينا ما عطاونيش. ما كيفاش ما عطاونيش؟ قالت لك ما عطاونيش نسخه في الميل في الميل فتره. شكون ما عرفتش شكون اللي مخبيهم في المحكمه؟ يعني المحكمه راها ما قالتش لكم ديروا شي شكايه، تواصلوا مع شي حد؟ لا ما كتقول لينا والو المحاميه، ما كتقولناش. ملي كنقول لها نسولوا على شي حاجه كتقول لي ما كدير بحال زعما بحال ما سمعتك ولا كتنسي. هذا الشيء اللي كاين. انت دابا باقا متابعه الملف ديالك؟ حاكمين قلت لك ما عطاونيش فيه نسخه، ما عطاونيش حتى نسخه فيه. انايا انا بغيت نشوف اش دايرين فيه، ما عطاونيش نسخه. انا مشيت ليه شحال من خطره، راه في شهر واحد داروا معانا نمشوا وكيمشي هذا في بلاصتي، وما كيعطوش نسخه. كيقول ليه سير ترجع، سير دابا وصافي كيخليه. بما انك انت اللي كنتي كتحضر وكتمشي، دونك اكيد انت على اطلاع بالملف اكثر من الزوجه ديالك. بينه الملف كيتقرر وعرفوه، بينه هو داروا فيه البحث، كان جا فيه واحد البحث مزيان. بينه هويا طرح عليهم هاد الاوراق، قال لي كاع عندكم انتم خوتكم وروني بلادها فين هاي. قال لي لا حنا ما قاريينش. قال لي ما قاريش، قال لي فين؟ وعاودوا خرينا الجلسه ودخلوا. قال لك الناس كيقولوا بينه دخلوا لي الناس ولا
تلغى علينا حتى داك التقرير اللي كان داير القديمه شفناه ما شديت لها نسخه لها حكم تحكم في 2001 وهذه 2002 اي 2021 12 عام التاريخ ديال الجلسه كنمشي ني كنمشي عند مكتب الضبط كيقول لك طلع راه عند الاستاذ باقي عنده ما باش يجيبوا لينا حنا ما عرفناش فيه المحاميه كتقول لك ملي كتمشي عندها كتقول لك ما بغوش يعطوه لي انا ما عرفت ما ندير يعني هذا ملف ملغوم اللي ما بغيت حتى حد يهضر فيه هكا ما بغوناش نهضروا دابا حنا انا كنتعرضت لواحد تما رجعت الكاميرا تعرضت ليه للتهديد بحيت كنتهددها نتهدد حيت كان جي ملي جيت كندافع عليها المتهمه ما كتحضرش وداك ما تحضرش نوض عليا حيحه ونوض كيضرب الصبا حتى دخلوا علينا البوليس كيسحبوني بخاصم معاه ملي دخلوا البوليس جبروا معاه هو كيخاصموه هكاك وهما واقفين بجنابي كيضحكوا هذوك المتهمين صافي وليت انا خرجت بحالتي ورد لينا الملف ثاني قال لي سيروا للجلسه ما باش يحضر المتهمين اللي كاين الام ديالك شنو المشكل ديالك الام ديالي كاينه عب وحدها دابا الام ديالي شافت خالي جانيت ملي مشى انت هي وريتها اه دابا علاش لا تبع لا قريتي لا لقيتي كتقرا في هذا شكون سنى في بلاصتها الام ديالي الضوا هما اللي نصبوا عليها الضوا قال لي راه تشد حقك ما قارياش ما عارفاش واصلا كتخاف منهم هاد المره هاد شتي هاد مرات خوياني دازت هنا في لابريكاد وقالت لهم انا راه كنت مخاصمه مع الام ديالها وراه داك الشيء علاش هي اللي محرشه عليا بنتها وهي انا راه باغا ندير بصمه كنطلب خيبره انا باش تعرفي البصمه اه باش نعرف واش انا ولا هي اللي باصمه وهي راه هي امي راه شافتها ملي مشات بصمت واني امي ما عرفتهاش علاش بصمت يعني ما قارياش ما شرحوش ليها قالوا لها يلاه يبقى لك واحد الخدام جاو عندها قالوا لها يلاه يبقى لك واحد الخدام حدا الشانطي وهاد الارض قاطع ديز منها الشانطي وهي راه فيها شي جوج كيلومتر ديال الطول والعرض ما عرفش شحال فيها قالوا لها يلاه يبقى لك واحد الخدام حدا الشانطي باش تمشي تبصمي عليه وباش دا المرا باش المرا باش دازت بصمت حنا العدول ما عرفناش واش متفق معاهم ولا غير نصبوا عليه حتى هويا ودازت هي بصمت في بلاصتي وحشيتها جات الفارقه ما بقينا فهمنا والو امهم فاطمه شنافه ميته اكثر من 30 سنه توفات قبل الوالد الله يرحمه نادو داروها في الشانطي داو للتزهيز كان محصي الشانطي فيه الورات القدام مشاو زادو امهم ومحيدين عمتهم فاطمه الخنقي وداروا لنا فاطمه شنافه داروا بسمهم بالصبوط على تاع عمتهم الاخرى على الورات راه مدعي معاهم هذاك راه في المحكمه لانه معرض بوحدو كيدعيهم راه باقي محمد بوقب توراك وشنو الحل بان لك لهذا الشيء كامل والحل ما باش يقسموا هربوا كنطلب من جلاله الملك ومن السيد الحموشي ومن الاراء العام ومن اللي كيديروا بالحق وكعارفين بالحق يوقفوا معايا انا راه طالبه ندير بصمه انا راه طالبه ندير بصمه عطيني حقي الدوليه ما خلاو لياش وانا والام ديالي وخوتاتي ثلاثه حدا كاينه في اكادير حنا عمرنا ما استغلنا هاد الارض كاع خواتاتي راه جوج كانوا كاينه في اكادير وديك الصغيره هي اللي كانت كاينه مع امي في مدارت امي اصلا كانت كتجلس عند دوار جدي عند دار جدي هكا في عناترا ومرة مستغلين هاد الارض من الاول حتى التالي ودابا كيعطوا لنا الفلوس كيعطوا لنا في المحكمه ما كتوقفش حمانه ارضك كتشوفي فيهم هما كنقدرش نمشي ليها وكيبيعوا فيها كيشدوا اكثر من 200 مليون ديال التراب عفر الرمله كيشدوا دايرين الفيرمات والديور وحنا ما كنشدو حتى حاجه انت ما تنازليش الحق انا ما نازلش الحق انا بيت حقي ملي المحكمه كنمشي لها كتقول لك ديروا التنازل ديروا لبعضياتكم ديروا هنا في لابريكاد كيقول لك كنتوا ما تصالحوا انتوما خوت انتوما هما راه ما عطيناش من الاول التالي ما عطيناش وانا كنطلب من جلاله الملك ومن السيد الحموشي يوقفوا معايا انا بغي ندير بصمه كاع ما طيقونيش انا بغي ندير بصمه انا دفعت كاع البصمه للمحكمه وما تسوقوا ليا اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة